بالنسبة للزبدة المنكهة أنا هحط فيها النهاردة زعتر وروزميري وبقدونس دي وتوم مفروم، وهحط نقطة ملح ونقطة فلفل. طبعا دي نكهتي أنا النهاردة، أنتوا طبعا هتشيلوا وتحطوا في النكهات زي ما أنتوا عايزين. بلاش توم هنحط بصل، بلاش توم وبصل فريش هنحط بودرة. عيشوا حياتكم يعني براحتكم خالص خالص خالص. طيب أوكي، بعد كده هنعمل الفراخ وهنعمل السوتيه، بس انا حابه ان احنا نبدا بالزبده الاول عشان نبقى ماشيين ايه بالترتيب، ايه رايكم؟ طيب كبه، عجان، خلاط، اي حاجه. هحط فيه كريمه، كريمه يكون نسبه الدسم فيها عاليه، مش كريمه دسمها قليل. احنا لما بنيجي نضرب الكريمه اللي هي الكريمه المخفوقه اللي هي بتبقى كريم شانتيه بعد كده اللي هي كريمه الحلويات، لما بنضربها زياده عن اللزوم بتفصل مننا. في الحاله دي ما نرميهاش، نكمل عليها ونحولها لزبده. يعني مش ضروري تكونوا انتوا عايزين تعملوا زبده مخصوص، لا، ساعات انا باجي اضرب الكريمه تفصل مني. كملي بقى عليها ضرب وافصليها وخليها زبده. يلا بسم الله. مدة طويلة على أعلى سرعة. دي المرحلة اللي لو أنا بعمل كريم شانتيه لازم أوقف فيها، يعني لو شفتها بعيني كده وأنا بعمل كريم شانتيه لازم أوقف فيها، اللي هي مرحلة إيه؟ مرحلة إن الكريمة بدأت في النص تتجمد أكتر من الأطراف وتبتدي تخرز. أهي التخريزة دي آخر مرحلة ينفع أستخدم فيها الكريمة ككريم شانتي، بعد كده خلاص بدأت تفصل وباظت مني. فلو أنا بعمل كريم شانتي هوقف عند المرحلة دي لازم، ملحقتش بقى خلاص كملي بقى واعملي زبدة عشان ما نرميهاش حرام. دي المرحلة اللي كل الستات بتسأل عليها، مرحلة ان الكريمة فصلت، فهي كده دلوقتي لا هي زبدة ولا هي كريمة مخفوقة ولا هي كريمة سايلة، هي كريمة فاصلة، فبيقوموا واخدينها رامينها في الزبالة. لا احنا مش هنرميها، احنا هنكمل بقى عليها. هتبتدوا بقى تلاحظوا انتوا هنا دلوقتي انها هتبتدي تفصل اكتر، فهيبقى عندي زبدة وعندي السائل بتاع مكونات الزبدة اللي هو مية ولبن. افتحوا ونشوف ايه الاخبار. مش عارفة ابص في النص وهي شغالة لانه بيطرطش عليا. بصوا اهو لسه حاجة بسيطة تاني، بس بصوا بدأ السائل يبقى في ناحية وبدأت الزبدة تتكون عندي في ناحية تانية، يبقى أنا كده إيه؟ تمام. أكمل بقى، أكمل ضرب لحد ما تتكون لي زبدة لوحدها. بس اقوم واخداها بقى على شاشه او على مصفى تكون زي ما انتوا شايفين كده، يعني رفيعه، ايه ضيقه ضيقه. بصوا كل اللي نازل ده اهو، كل اللي نازل ده انا مش عايزاه، كل السائل ده انا مش عايزاه اهو. وبعدين اخد بقى الزبده اللي كونت عندي هنا دي في الكبه واحطها في المصفى او في الشاشه عشان اصفي اللي باقي من السائل جواها، اللي هو مش كتير بس لسه باقي سائل جواها. شايفين؟ المفروض بقى اسيبها تتصفى نقول ربع ساعه، نقول نص ساعه، مش يعني ممكن ابتدي اضغط عليها حاجه بسيطه بمعلقه مثلا انزل منها شوية من السائل، بس لازم المصفى عندي يكون ايه ضيقة خالص وإلا هتنزل الزبدة، يبقى احنا ما عملناش حاجة اهو.
نوع الكريمة هو اللي هيفرق في لون الزبدة، يعني يبقى مصفر فاتح زي ما انتم شايفين كده، او يبقى لا اصفر اغمق شوية، ده نوع الكريمة، ومش هيفرق معايا في الطعم في اي حاجة، ما تقلقوش. شايفين قد ايه هي زبدة حلوة جدا جدا، ناعمة خالص اهي، هايلة هايلة هايلة. فدي طريقة اذا انتوا عايزين تعملوا الزبدة في البيت لو مش متوفرة لاي سبب من الاسباب حواليكوا، او لو انتوا كنتوا بتعملوا كريم شانتي وباظ، فصلت الكريمة، يبقى ايه خلاص عوضنا على الله، فبدل ما نرميها نقوم عاملين كده. شوية السائل اللي فوق دول عايزة انشفهم، وانا بنشف بضغط برضو ايه عشان لو فيها سائل زيادة ينزل لتحت. لازم ننشف السائل منها كويس قوي، وإلا مش هتدينا النتيجة اللي احنا عايزينها بعد كده. اهو لما الاقي مفيش سائل بيطلع على الوش يبقى انا كده ايه وصلت للنتيجة المظبوطة اهي. طيب هو انا أميرة ينفع احط دي في برطمان واستخدمها زبدة؟ ينفع طبعا، ينفع نحطها في برطمان ونحطها في التلاجة ونستخدمها زبدة.